بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سادات الفقراء والحضور الكريم، تعلمون أن هذه الزاوية بمعهدها ومرافقها إنما أسست من أجل القرآن العظيم ومن أجل شريعة سيد المرسلين، وقد استقبلت الطلبة منذ افتتاحها. ورغبة منه رضي الله عنه وأرضاه وشفاه الله وعافاه سيدنا الشيخ، رغبة منه وسعي منه لحث أبنائه الطلبة وشحذ هممهم من أجل مواصلة الجد والاجتهاد لبلوغ مراتب سنية في حفظ القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين. لذلك استحدث الجائزة الكبرى، جائزة الشيخ سيد محمد بن القايد قدس الله سره للقرآن الكريم، وجائزة الدروس المحمدية. جائزة الدروس المحمدية باختصار شديد أن الطلبة مطالبون بحضور هذه الدروس والمحاضرات والمداخلات ومتابعتها مع حضور الندوات، ثم بعد ذلك أي بعد رمضان وبعد عودتهم من عطلتهم يدخلون مسابقة، يسألون في بعض المحاضرات وبعض الدروس. المتفوق منهم الحاصل على الدرجة الأولى ينال هذه الجائزة، جائزة الشيخ سيد محمد بن القايد، وقد فاز بها هذه السنة الطالب بلقاسم مزهودي، يتقدم بين يدي سيدي الحاج نور الدين ليكرمه فليتفضل. وأما الجائزة الكبرى للقرآن الكريم، جائزة الشيخ سيد محمد بن القايد للقرآن الكريم، والتي قد حضرتموها أو حضرها معظمكم في الأسبوع الثاني من الدروس المحمدية، وقد نال شرف الحصول على هذه الجائزة الطالب محمد لمين بوعزيز، فليتفضل. هنيئا للطالبين، ونتمنى للباقي إن شاء الله بلغ هذه المرتبة، وإن كان الذين شاركوا في الدورات الأخيرة كلهم من الطلبة الممتازين.